السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما تشوفون كانت واجده هنا في الحدود الجزائريه المغربيه ما بين الجراف مدينه السعيديه. كما تشوفون الاجواء رائعه، وغادي نحاول غادي نصور بعض العائلات هنا كيتلاقاو في الحدود هنا وكيتحاوروا بيناتهم عبر الحدود المغربيه الجزائريه ان شاء الله. كما تشوفون غادي ندخلوا للحدود ديالها نقربوا لهم، ثم غادي نشوفوا ديك العائلات اللي كيتحاوروا ما بين العائلات ديالهم اللي بار تليفوني كيهضروا معاهم ويتكلموا معاهم ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو الى اخره. لا فامي العائلة الله يحفظكم. كدا اخو حسين عندك انت كيعيطوا بخير؟ اكي داير حسين العائلة الله يكبر بك الا فامي. والله الحمد لله انت مليح. اكي داير الاجواء انا فايت الخب اسي حسن اسي حسن هاي نسمعك هاي يا بابا. والله انا نسمعك هاي الحمد لله. اذا اخويا حسن هو معايا حسن نسير هو نسير اكبر من جاي عندي وي اخويا حسن ها هو حسام حسين حسام الله يحفظك ها انتما كما تشوفون الحدود الجزائرية العائلات كي تتلقى هنا العائلات بيناتهم هم تشوفوا الاجواء رائعه. هو اتمنى لي صوري حسين كما راكم تشوفوا حنا دابا كما راكم تشوفوا حنا دابا رانا موجودين ما بين الجراف كنتواصلوا مع العائله ديالنا عبر التليفون ولا عبر راكم تشوفوا فيهم. نعم راكم تشوفوا فيهم ورانا كنشوفوا فيهم والاجواء مزيانه. قال لك انا نسير كي داير الحمد لله والله داير مشتاق ليه الله يهضر معك. قال لك نسير اطلع لي فيه ازال اخو حسن قد الشو مع ناس سكير لا فامي هذا اخو يحيى هذا العائله ديالنا ياك واه يا ولدي راه من طرف فايت 8 سنين ما شفتهم. تبارك الله تبارك الله اوا كاين كامله يا اخويا حسين واه سي يحيى واه الاجواء كي دايره ها انت شوف الاجواء كي دايره مسدين لنا الحدود راهم الفاميليا ديالو راه 10 سنين باش شفتهم هذوك انا ياك واه راكم ملاح العائله ايوا كنتواصلوا معهم غير بهذ البلاصه هذه كنتواصلوا معهم اوكي داير الحمد لله. هذاك هو الصغير اهاني يا ودي خالد والله الا الحمد لله الله يكبر بكم مسكين والله. من يقلق اخويا حسن
اصافي التليفون حسين. كلها عارفه اكمل. Yeah.